السلام عليكم، معكم وفاء من مجوهرات فاتين. كيف وعدتكم غنبقى ديما ندير لكم جديد على لي زارتيكل ديالنا. واليوم بغيت نقترح عليكم هاد لا شامبون دونتيف ديال الفراشة اللي كنا في السلسله ديال شوباك الصح والعمل. كنتمنى الارتيكل اللي اقترحت عليكم يكون باين بالنسبه لكم. هكا البون دونتيف في حجيرات بيان سيرتي والسلسله ديال شوباك على هاد الشكل هذا. دابا غادي نشوفو عن قرب كيفاش كتبان. هكا لا شامبون دونتيف اللي اقترحت عليكم كتبان على هاد الشكل هذا. هذا هو القدام ديال السلسله ديال البون دونتيف، وهذا اللور ديالها كيفاش كتبان. حجيرات بيان سيرتي. بالنسبه للسلسله ديالها ديال شوباك عين في عين، كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم على هذا الشكل هذا. والصح والعمل، كنتمنى هذا الارتيكل اللي اقترحت عليكم ينال الاعجاب ديالكم ويكون واضح بالنسبه لكم. ودابا غادي نشوفوا كيفاش كتجي في اللبسه. وهكا كتبان في اللبسه ديالها على هذا الشكل هذا. على هذا الشكل هذا كنتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم. هذا الشكل هذا البوندونتيف على هذا الشكل، والسلسله على هذا الشكل هذا فيها 40 سنتيمتر. حتى اللي داير الكولور كتجيهم طويله، يعني ما كاينش مشكل. وكنتمنى هذا الاقتراح اللي اقترحت عليكم ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه.